طلال الجردي موجود اليوم قدام السفارة الفرنسية مع مجموعة من الفنانين، وكنت امبارح عملت فيديو كتير مهضوم أصلاً. الفيديوهات كتير عم تاخد ضجة اللي أنت عم ترسلها وعم تكون هاتفة. برأيك هيدي الدعوة رح تعمل، يعني رح تعمل الهدف منها، رح يكون الهدف منها إيجابي؟ بتمنى صراحة، والحقيقة أنا كنت أكثر ملح عم نحس العالم المغتربين اللبنانيين اللي برا صوتهم بعتقد بيصل احسن من صوتنا. نحن صوتنا هون عم بيكون شوي مقموع بالبلد، مع شكر الاعلام كل ما يمكن، بس ما عم توصل رسالتنا كما يجب. بركي هونيك اقرب بالعواصم الاوروبيه وامريكا وكذا توصل صوتنا، لا يعرفوا انه الطبقه اللي عنا جماعه منهم مسؤولين عن ولا فلس بيوصلهم. هدول جماعه ما بيتسلموا فلس، طال عمرهم عندهم كفايه بعتقد طال عمره. التجمع مع الفنانين قديه بشد عصب الجمهور اللبناني برايك؟ تفضلي. ها اكثر من شد عصب ثوره. تفضلي. قديه تجمعكم ناجح وقديه هادف؟ اذا بدك تجمعنا مش نحن اللي بنقول قديش ناجح وقديش هادف. نحن اخر شيء حيصلنا اكثر من شهرين بالطرقات لنقول انه لا لهيدا الفساد، لا لهيدي السلطه الفاسده اللي عم بتجوع الناس، عم تمرد الناس، عم بتشرد الناس. انه مفروض انه كل العالم تكون معنا، مش مفروض انه نحن نقلا، مفروض انه نكون عم نقول لبعض وعم نثور كلنا مع بعض بوجه هيدا الشيء اللي عيب بقى يكون بموقع الحكومه. في شيء رساله بتوجهيها للسلطات الفرنسيه للبنانيه؟ لا، انا بوجه للسلطه الفرنسيه بقول لهم انه نحن صرنا 30 سنه عم ننسرق من قبل هيدول الحكام. نحن ضد انهم يتدخلوا هلا ويسلموا اموال لنفس هيدي الطبقه السياسيه، لانه هيدي الاموال رح تروح بغير محلها. لازم الاموال اذا ولا بد بدهم يسلموها يكون في رقابه عليها وما تتسلم لهول الناس، لانه ما رح تكون بالمحل الصحيح، ومش رح توصل مساعدات لا دعم لا البنى التحتيه ولا المستشفيات ولا الاشياء الاساسيه. شفنا البنى التحتيه من يومين، طبعا شفنا المجارير اللي معوميننا فيها صار لهم مدري كم سنه. للاسف انه بعد في ناس مصدقه انه ممكن مع هيك حكام ومع هيك سلطه توصل لبر الامان، ولكن في شريحه كبيره بعدها مآمنه انه هيدي الثوره رح توصلنا لتغيير، وان شاء الله نقدر نوصل له. مدام عايده موجودة مع مجموعة فنانون من الشعب. نعم. قدام السفارة الفرنسية. نعم. كان عندكم رسالة ودعوة للجمهور ليوجهكم لهون، شو لازم شو بدكم تقولوا؟ بدنا نقول انه هول المسؤولين اللي عم يجتمعوا معهم ما بيمثلونا ولا بفرنك ولا بنص فرنك، لانه كل المصاري من زمان اللي اجت دعم للبنان ما شفنا استخدامها الفعلي على الارض قطاعات. لا بالعكس، البلد رجع كتير لورا، يعني ما في ولا قطاع فعلا تطور وخلى هالناس ترجع تشتغل فيه. البلد ما تطور لبنان. بعدين يعني بشوف الفتاة انه موجودة بكل القطاعات، ما معقول انه طب وين هالمصاري؟ مفروض بهالمصاري اللي اجت من زمان بعدها عم تجي. كل لبنان فعلا جنة على الأرض، قطاعاته مزدهرة، الزراعة كل شيء يكون فعلا يكون بمرحلة كتير متقدمة. بالعكس شفنا يعني ما في سرقات على الحل، مع هذا الشيء ما مقبول. وكمان بشاهد الشتي والمي والغرق، هيدا دليل انه فعلا ما في شغل. ما بلاقي هول المسؤولين اللي عندنا ما بعمرهم اشتغلوا لبلد فعلا يكون بلد. معتبرينا مغارة علي بابا وكل الوقت نازلين سرقة 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 سرقة، يعني انه خلص تخنوها، عن جد تخنوها، انه ما بيحطوا على دمهم. ما بعرف يعني في رسالة بتوجه لهم اياها؟ في رسالة انه حلوا عنا بقى، خلص حلوا عنا بقى، لك الله ما رح يرحمكم، لك فكروا اذا في دنيا وفي اخرة. اوكي، والله في دين انه الواحد بيموت ما رح ياخذ معه شيء، ما رح ياخذ معه شيء، وغيره مات وشفنا ما حدا ياخذ معه. بيورطهم خليني بلا ما ان شاء الله ما حدا بيورث، يعني بالشوم عليهم. بس عن جد اذا عندهم ضمير، بس ما لاقي عندهم ضمير، لاقي عندهم توت. ميرسي عايده امشي. روحوا سيبوا المصاري، روحوا سيبوا المصاري.
كلهم أرضك نصابين قدام السفارة الفرنسية. شو جاي تقول اليوم؟ ومبارح كنتوا طلعتوا بيان، برأيك هل تنجحت التحركات تبع الفنانين؟ طبعا جاي نحن تنوضح لتنبعث مسج للحكومة الفرنسية وللدولة الفرنسية وللسيد الرئيس الفرنسي بأنه ما يستقبل هذه السلطة الفاسدة اللي ما بتمثلنا، وإذا أفضل ما يتفاوض معهم، وأكيد ما لازم يعطيهم ولا قرش لأنه ما بنعرف وين بيكون مصير هالمصاري اللي رح يعطيهم إياها، لأن نحن ما عنا ثقة فيهم، هي سلطة غير موثوقة وفقدت شرعيتها. في شيء بعد بتوصليه للسلطة اللبنانية؟ بنقول لهم انه نحن عارفين شو عم تعملوا، بس انه ما في شيء بيخفى على الشعب وكل شيء مكشوف. بديع، قدام السفارة الفرنسية امبارح كان في دعوة من قبلكم واليوم في بيان رح يصدر، شو عبالكم تقولوا؟ هل رح يسمعوكم؟ عبالنا نقول انه يا جماعة انتبهوا، هيدي السلطة ما بتتسلم مصاري، ما بتتسلم دولار واحد بروح بدقوعة تبعتوا له مصاري، تبعتوا مصاري بس لسلطة بتمثل الشعب، هي ما بتمثل الشعب. هذا البيان هو من فنانون ومن الشعب، بيان الفنانين. نعمل عنه نسخة باللغة الفرنسية رح يتسلم للسفير الفرنسي، ونعمل عنه نسخة باللغة العربية. السيد الرئيس ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية المحترم، نحن اللبنانيين ومن موقعنا الثقافي الحضاري تصدينا لكل الكبوات والحروب والأزمات التي واجهها شعبنا في وطن غني ماديا وبشريا، وطن يمتلك كل المقومات المطلوبة والضرورية البشرية والمادية ليكون مستقرا سيدا حرا. شعبنا مؤهل ويتمتع بالكفاءة الذاتية في كل القطاعات، إنما الفساد المستشري والنهب المنظم والسرقة المكوننة على مدى سنين طويلة جعلته في حالة الانهيار برعاية سلطة سياسية راعية لهذا الفساد. تحتكر الوطن لها في موارده الاقتصادية والمالية ومواقع المسؤولية فيه، وتمارس كل أنواع التسلط، وها هي تذهب من جديد إلى استجداء المساعدات الدولية مرتبة علينا ديونا خارجية وداخلية أكلت خدمتها أموال المواطنين ومدخراتهم. السيد الرئيس، إننا نقدر جهودكم واهتمامكم بوطننا لبنان، جهود تجسدت بمبادرة ساد، لكن نحيطكم علما ومن موقع حاجتنا ومعاناتنا بأن تلك الأموال ستصل إلى أيدي المسؤولين غير المؤتمنين الذين بنوا ثرواتهم على حساب آلام أبناء الوطن. إن هذه السلطة وبعد ثورة الشعب اللبناني في 17 تشرين لا
لم تعد تمثل اللبنانيين. لذلك فإن هذه السلطة ليست مؤهلة وليست الجهة المناسبة لاستلام أي مساعدات ولا التصرف بها بما يضمن العدل والإنصاف. السيد الرئيس، نحن فنانون لبنانيون تحت عنوان فنانون من الشعب، نتوجه إليكم ونطلب حرصكم على المساعدات التي ستقدم حتى لا تذهب إلى جيوب وخزائن رجال السلطة وأسلامهم، كما ونطالبكم بعدم الموافقة على إرسال أي أموال إلى السلطة الفاسدة التي ترفض التخلي عن امتيازاتها وترفض تطبيق الدستور، بل إرسالها إلى سلطة منبثقة من انتخابات نيابية نزيهة حرة مبنية على قانون عادل ولا طائفي، حيث يتم تشكيلها من مسؤولين مستقلين غير مرتبطين بالأحزاب التي حكمت لبنان منذ 30 سنة عاماً وأكثر. إن ضمان أجهزة المراقبة والمحاسبة هو الموضوع الأساسي في إرسال تلك الهبة حتى لا تضيع هباءً. نقدم تفهمكم واهتمامكم وتعاونكم في موقفنا الدقيق والمصيري، ولكم جزيل الشكر والاحترام. من أين سندخل في الوطن؟ ما هلا نشوف من وين بخلونا. أنا ولينا والأستاذ بديع أبو شكرة. تقولي اثنين نسوان وواحد. اثنين. مش ما بيأثر. بس صح. لا صح. كيف نروح؟ وين لينا؟ خليك تقول لينا ولا بديع. اثنين نسوان. صار شوي. مش بدو بدو. يلا. نحن بطريقنا إلى مبنى السفارة الفرنسية لتسليم الرسالة إلى السفير الفرنسي أو من يمثله. يلا تفضل تفضل. أربي لينا وين؟ بس بلا تليفونات معك مدام ما فيك تلحين. إلي معروف. تفضل. كفو بس ما عشت بليز خلينا بس على باب السفاره ما راح لا 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 لين اذا بتريد جايين نقول انه هاي السلطه اللي رايحه تسرق مش تشحت على ظهرنا، رايحه تسرق على ظهرنا هالمره. باريس واحد واثنين وثلاثه وهذا الرابع وين راحوا؟ وين راح يروح الرابع؟ هنينا التحتيه امبارح طافت علينا، قد ايه صرفوا عليها؟ هاي من اموال مين؟ سرق نفسه. طيب نحن ما عندنا ثقه بالحكومة، بعدين نحن بلد مش فقير، نحن بلد منهوب، واللي رايح يشحد هو اللي نهبني. فيتفضل اذا المجتمع الدولي بده يساعدني يرد لي الاموال المنهوبه، واحد، اثنين لا يتدخل بسياستي ابدا نهائيا، اي سفير بالعالم لا يتدخل فينا. برايك قادرين نحن اللبنانيين نعمل حل؟ طبعا قادرين، طبعا قادرين، طبعا قادرين، لحديت هلا ثورة 17 تشرين حدا يراجع قد ايه حققت وقد ايه إرادة الشعب اللبناني قوي. شو بتقولوا للسياسية على المماطلة؟ ما بقول لهم شيء، ما بحكي معهم، لو تعاطوا معي لا تعاطوا معهم، يفلوا.